السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي على قناتكم الخياطة عربية الفاسية. اليوم إن شاء الله غادي نتوانسوا أنا وياكم إن شاء الله، غادي تشوفوا منهاري كيفاش غادي ندوزو، يعني واحد جزء من النهار ديالي، وغادي نتكلم فيه في واحد الموضوع مهم بالنسبة للبنات اللي كيخدموا الصنعة وبغاو هذاك الصنعة اللي تعلموها يخرجوا على أرض الواقع وأنهم يخدموها إن شاء الله ويدخلوا منها واحد المصروف إن شاء الله اللي غادي يفيدهم في حياتهم. كذلك خليكم معايا، غادي نشارك معكم قميص جوهرة مخدوم براندا وكذلك مخدوم بزواق طروادي. كذلك نشارك معكم واحد البغرير اللي كيجي تبارك الله مخرك تبارك الله، تشها عليا راجلي ونطقات لك لاله حداك عليه، عزيز عليه بزاف البغرير ديالي. وجيت نشارك معكم كيفاش غادي نصوبو مع هاد الكويز ديال اتاي. ما كرهتش نجي وتجلسوا معايا واحد الجليسه اخويه ونتحدثوا جميع ونستافدوا مع بعضياتنا، وغادي نشارك معكم شي حويجات غادي نصوبهم وحنا كنتحدثوا وكنعطي نصائح ومعلومات وخطوات اللي كيمروا منها جميع الخياطات اللي بداو اول مشوار ديال العمل ديالهم اليوم. انا كيفاش غادي تنطلقوا ان شاء الله وديروا بدايه جديده بالصناعه ديالكم تخرجوها على الارض الواقع، خاصه البنات اللي كيحشموا البنات اللي مكيعرفوش كيفاش يبداو. فخليكم معايا ومرحبا بكم. كيف شفتوا غادي ندير العجينه ديالي ديال الصباح، غادي نصب واحد الخميز ديال الدار عادي، غنصبو بالدقيق والسميد الرقيق، وغادي ندير الدقيق الكامل القمح الكامل، غادي نعجنو عادي بالخميره المعجونه ومليحه. واحد السر اللي كنضيفو انا باش كيجي هشش الخبيز بزاف هو واحد شويه بين يديكم ديال السكر سنيده حبيبات، فهو كيزيد يعطي داك الخميره كيزيد يطلعها تبارك الله. غادي نعجنها بواحد الماء دافي حيت دابا حنا الجو بارد عندنا فصل الشتاء، وغادي نخبزو معكم ان شاء الله. البنات بالنسبه ندوزو الموضوع ديالنا اللي هو قلت لكم كيفاش غادي تبداو البدايه ديالكم. البنات اي وحده تعلمات وكتشوف راسها يمكن لا دير شي حاجه اللي يلبسها الانسان او يتزين بها الانسان، فما خصهاش تبقى احتكار غير عليها وصافي وتبقى هكاك. اول حاجه خصك ديرها خيتي او صنايعات كاينين حتى الرجال، كيفاش تبداو خصكم داكشي اللي كتصوبوه تبداوه براسكم والناس اللي قراب لكم بزاف، بحال خواتاتكم بحال الوالدين ديالكم بحال الجاره ديالكم الخاله ديالكم. ما كيعنيش ان هادشي غادي تصوبيه كله فابور، يعني انسان عادي تعطيك عادي عنده واحد تبقى ولا عرفتي اش غادي ندير لك، انا نصوب لك بحال هادي وهادي ونصوبها لك ونتهلا فيك وندير لك واحد الثمن اللي هو زوين وعادي نخدم لك. هي تفكريني بشي حاجه، يعني المهم تعلمي انك تاخدي مقابل التعب ديالك حاجه رمزيه في الاول، فهمتوني؟ عادي تخدميها وهاديك الحاجه اللي تخدميها تفني فيها وبيني اش تقدري توجدي اش كتقدري تصوبي. انتي هذيك الحاجه اللي لبستيها راه تلقاي جارتك، عادي تمشي المناسبه، عادي يجيو عندك ضياف، تمشي عند الناس عايشوفوا عندكم ديما داك الحاجه ديالك بينيها الناس، واخا ماشي جايين على اساس داك الموضوع انتي جبدي الهضره. هذيك اختك اللي صوبتي لها ولا جارتك ولا ما غير ذلك راه تلبسها هي برداتها عادي تبغي تبين الحاجه اللي صوباتها جديده الناس، انا صوبت هادي عند هادي عند هادي، فهمتين؟ داك الانسان اللي غادي يجيك مور داك الطرف الرئيسي اللي خدمتي له خاصك تخدميها له، ولكن طلبي الثمن المعقول ديالك اللي كاين في السوق، ماشي تحطمي بالقيمه ديال الحاجه اللي كتصوبي للناس. صنعت لي دراس غاليه بزاف اللي كتخرج لها كنز وذهب اليدين هادوك، فغادي تطلبي الثمن اللي كيطلبوا كاع الناس الخياطات. ما نغليش عليها وما نرخش وندر راسي انا وكنخدمها وانا حاسه راسي مضروره، ما تبغيش تطلع لك بياسه وغادي تملي الصنعه دغيا وغتبغي تهربي منها، وخا عندك انت ما تضيفي بزاف لهذا الميدان. عندك هاد الناحيه، ناحيه واحده اخرى لا تخدمي عليها حاجه بحاجه كتجي كيف كنقولوا، غادي تشدي كاع داك البياسات اللي عندك ولا دوك البياسات اللي عند الناس خدمتيها يمكن كنت طلبيها لهم الناس القرابين ليك، وغادي تمشي عند واحد الخياطه. سمحوا لي قطعت نقطع كلامي، كي شفتوا بني كملت الخبيز وكرصتو راني دابا عندي ندوز التقضيه ديالي كاكا الحاجه اللي كتكون ناقصه وهذا كناخذوها.
مع السوق تيكون، فكنقيها واللي عاد تغسل يتغسل، واللي عاد تستف يتستف، وباش كل حاجة كننظمها وكنعقمها والمسائل الاخرى. هادشي اللي كندير دابا ان شاء الله. المهم غادي تشدي داك البياسات كامل، رجعوا الموضوع، غادي تشدي داك البياسات ديالك كاملين وتمشي لاقرب خياطه عندكم كاينه في الحي ديالكم، وغادي تقولي لها اختي انا راه كنخدم، واش ممكن، واش انتي محتاجه البنات يخدموا معك؟ بطبيعه الحال اي خياطه يعني تبارك الله يعني وصلت لمرحله ان تبارك الله تشهرت، راه كيكون عندها البنات اللي كيعاونوها بالقليل او بالكثير. غتقول لك هي اصلا غتبغي تشوف الخدمه ديالك، فداك الشيء علاش غادي تمشي وغتوريها لها وغادي تكبري بالخدمه ديالك وتحاولي تعطيها ان انت علاش مختلفه، انك تديري لا فينيسيون وكتهلاي في البياسه وكتصوبي شي حاجه من القلب. هي غادي تثق فيك، اول حاجه تعطيها لك قبضها منها، ما ترديش وما تقولي لهاش بشحال اول خدمه بشحال، خليها تعرف خدمتك بعدا وتشدي داك الخدمه وتوكلي فيها الله. ما شفتي داك السيده ما عيطات لك ما عطاتك ما والو، غنشد داك الخدمه ديالي ونمشي عند خياط لي هو واحد اخر. راه خمسه الخياطه نعاد دور عليهم غتبقى جوج اللي يقبطوك، هنا الخياطات خصهم اللي يخدم لهم، خصوصا الحاجه اللي كتكون متقونه، هما كيبغيو الاتقان، ان هي وجهها عند الكليان. والبنات اللي كيخدموا لها كاينين بزاف اللي كيخدموا، ولكن هي كتقلب على اللي كيخدم بالاتقان. غتبداي تما البدايه ديالك، شتي من داك البدايه ديال انك غتبقاي تخدمي وتعطيها وتمشي وتجي، راه كل خرجه ودخله عندك غتلاقي بشي حد. مثلا غادي نمشي نشري العقيق، غنمشي نشري الحرير، امشي نشري شي حاجه، راه اوتوماتيكمون غادي تلقاي واحد الناس في المحل حتى هما مهتمين بمجال الخياطه. حاولي تجبدي الموضوع معاهم الهضره، حاولي تعطي رايك في واحد العقيق غيشريوه، او تي عاد تبغي تاخدي رايك معاهم على الحاجه اللي عاد تقضيها، ومن تما عاد تجبدي الهضره وتقولي لهم انا كندير وكندير كندير. هي عاد تقول خلي لي نمرتك، اعطيها الرقم اللي يكون خاص بالعمل ديالك. هذه من ناحيه عادي تبقاي وحده تتعيط لك، وحده كتمشي، وحده كتجيب لك، هذيك هي البدايه الخطوه الاولى. لما درتيش هذا الشيء وبقيتي كتسني، راه عمر شي واحد ما يدق عليك الباب ويقول اختي واش كاين شي خياطه هنا كاينه، ما يمكنش. نرجعوا ثاني لداكشي اللي كنخدم. شوفوا الخبيز تبارك الله، ومني عجنتو وطرحتو شوف تبارك الله كيجي هشيش هشيش ومشفش، هانتوما خفيف، حاولوا العجينه اللي تعجنوها تكون خفيفه شويه ماشي قاصحه، وكذلك ماشي جاريه بزاف. هانتوما شوف كيجي هشيش ومشفش، غادي تخبعو في نيدل ملي يبرد، خبعو داك النيدل في وسط شي بلاستيكه وحكموها مزيان، وجبدو واحد جوج غادي تاكلوهم ولا هذا، والباقي خبعوه في الثلاجه ولا الفريكو ملي تبغيو، ما تجبدوهم تسخنوهم. دابا غادي ندوز نصوب البغرير. البغرير درت فيه جوج كيسان د الماء عامرين مزيان ديال الماء سخون، عفوا ماشي سخون، دافي. الا درتوه سخون غيكلل ليكم السميد، ديروه غير دافي دافي. عادي ديروا معاه كاس ونص السميده ديال الحرشه، ونص كاس ديال الدقيق البيض اللي هو بمقياس كاس العنبه. غندير معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه، ومعلقه صغيره ديال السكر حبيبات، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، وكندير معاه شويه ديال الخل. داك الخل كيهشو بزاف، ومنين نطحنو في الميكسور غادي نزيد عليه خماره حمراء كامله ونطحنو مزيان، ونخلي المقله تسخن. ملي تكون كنطحن داك الخماره المقله نخليها كتسخن على البوطه، ونبدا مباشره نطيبو. هذا كيوجد في الساعه والحين، هذا نص القياس اللي كندير انا، لان انا ما خصنيش ندير قياس كبير، كيبقى ليا ما كيعجبنيش ملي كيبرد لي في الثلاجه، انا كيعجبني ناكلو سخيخن. فانتوما لا بغيتو مقياس كبير عاد ضعفوا المقادير، راكم تعرفوا تضعفوهم. هذا هو المقياس ديالي اللي كنخدم به البغرير دائما، وتبارك الله كيجي مخرك وكيجي متقب بزاف بزاف وهشيش. هذا اهم حاجه كيعجبني هو هشيش هشيش وكيعجبني. حاولوا ان السميده اللي ديروها ملي تجيو طحنوا دير واحد شويه الزعفران، واحد بحال نقولوا تكيكه دراس ليبره، باش تعطي واحد شويه ديال اللون، ما كيخليش هكاك مبيض،
الا بغيتو، ما بغيتوش هذاك تبقى حريه ديالكم. كيعجبني بهذا اللون يطلع ليا، هانتو كي كتشوفوا البغرير تبارك الله خفيف وشيش ومخرق بزاف، كنتمنى تجربوه وتردوا عليا ان شاء الله. كنتمنى ان حتى النصائح اللي قلت لكم تعملوا بهم. غادي ندوز نوريكم دابا واحد القفطان اللي خدمته براندا، طلع هائل على توب جوهره، خدم على جوج شعرات، والخدمه اللي خدمناها جوزات بلاقيق طوق عرير تبارك الله، والهبطه حتى هي لعشرات الغرزات، والكميمات حتى هما مطروزين بالحرير كذلك. اللوينات خدمت بهذاك داك الفيغ، بحال بحال فيغ او بحال بلوسيا بحال هكا، ودخلت عليه الغوز بيبي جا هائل، والحقيق دخلت اللون فونسي على الثوب. كي كتشوفوا الطوق دالعنق درنا 15 غرزه كوزه في قلب كوزه، كي كتشوفوا تبارك الله التضريس درنا له المغلفه بالتضريس الشوكه كي كتشوفوا، وطرزنا داك الكوزه. الكوزات الكبار اللي نص الطوق راه خدمناهم تبارك الله بالطرز ديال الطروادي، الوريقه الطروادي، يعني الثوب هذاك الوريضات كيجيو خارجين على الراندا مهزوزين كي كتشوفوا، هما مهزوزين عليهم كيتخدموا بوحدهم بتقنيه خاصه، وخدمناهم داك الكوكياج في الوسط، وضفنا داك الالوان اللي انا ذكرت لكم، درنا واحد وريضه بالطريز في جناب الكوزه، والكميمات كذلك خدمناهم على الضفيره، درنا جوج غرزات بالعقيق على مع الثوب، شركنا بالضفيره عاد 15 غرزه ديال راس الكم، وعاد درسناهم، والهبطه كذلك هو مثال، خدمنا 10 الغرزات كوزه عامره بالعقيق وكوزه عامره بالطرز. كي كتشوفوا تبارك الله كيجي هائل، خدمه كلها على جوج شعرات، وبالنسبه للجميع خدمنا بالجميع المتقب على جوج شعرات كذلك ومثال على جميع المونتاج ديال هذا القميص هذا. كي كتشوفوا لا فينيسيون ديال العنيق والموم ورائع كيجي، فجا رائع رائع خاصه على الواقع جفن تبارك الله بصحه مولاتو، تلبسوا بالصحه والرهانه ان شاء الله. شوفوا المونتاج كامل على الجناب وكل شيء، جوج شعرات وخدمناها بالمثقب كي كتشوفوا حتى لتحت. الخدمه اللي خدمناها حتى الزواق على نص الطوق هو على جوج شعرات، حتى هو داك الطرز ديال الطروادي هو على جوج شعرات تبارك الله. وكنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم مرحبا بكم، الف مرحبا، اتصلوا معايا بيا على هذا الرقم هذا اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، سواء بيع كنبيع البياس واجدين، سواء الا بغات شي حاجه تدفعها ونتهلا بخير مرحبا بها. ايوا من بعد خرجت واحد الخريجه يا لاله، بديت البياسة المولات علي شاركت معكم، وقلت علاش لا انني نخرج نفوش شويه على راسي انا والزوج، نبدل شويه الروتين ديال العمل، نمشي واحد الرياض السلام كاين في فاس البطحه، يعني نشارك معكم المناظر ديالو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتقبلوا عليا، وحاولوا ديروا هادشي اللي قلت لكم البنات، حاولوا انكم تخرجوا من داك الدائره محصوره غير في الدار، والخدمه ديالكم غير في الدار، راه كل ما خدمتي مع الناس ومع الكليان ومع وواجهتي الناس راه اكيد ان شاء الله غادي تزيدي تعلمي اكثر واكثر، حيت كل خدمه كتعلمك حاجه. حيدي داك الخوف وداك الخجل، انك انت كتخدم واحد الخدمه شريفه وكديري واحد الحاجه اللي ما كيعرفوش يديروها بزاف من الناس، وناس كتقلب عليهم بالريق الناشف اللي خدم لهم داك الشيء. كوني انسانه كتفتخر بالاعمال ديالها واللي كتنزلو من يديها، سواء كان بسيط ولا كثير. حاولوا البنات انكم ديروا بهذا الشيء اللي قلت لكم، والله يسر لكم ويعطيكم ما كتمنوا ان شاء الله، وتوصلوا الاهداف ديالكم، ونخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.